شنو النصائح اللي قدمها لكم كاظم الساهر، يعني مو لك شخصيا وانما للجميع؟ نصائح ضمن البرنامج، يعني مو نصائح عامه انه باكر عقبه اذا صرت فنان لازم تسوي كذا، هذا يراد له وقت، يراد له معايشه اكثر. احنا نلتقي بيه ترى يعني موضوع كله 15 دقائق، شلونك، شو اسمك، وضعيتك، شلون المسابقه، خوما تعبانين، خوما جوعانين، هيك يعني هاي التفاصيل. حسيت نفسك اخذت استحقاقك عذرا بالبرنامج لو كنت تستحق الاكثر؟ لا، اخذت استحقاقي، ما كنت استحق اكثر من هذا. هتقول لي ليش؟ انا كنت مبتدئ، لو هسه وضعيتي واطلع من المرحله الثانيه اقول لك لا ما اخذت استحقاقي، بس انا كنت مبتدئ، انه اصلا زايد علي هذا الاستحقاق اللي اخذته، انه عبرت المرحله الاولى وصلت لمرحله المواجهه. زين حسام، شفت لك مقابلة تلفزيونية ذكرت بها أنه كاظم الساهر وعدك بشيء وبعدين الظاهر أخلف بهذا الوعد. أي شنو وعدك وشنو اللي صار؟ وعدني بأغنية أنه قد على اللايف، يعني على قدام العالم، مو بيناتنا. لو بيناتنا كان ممكن الموضوع يدخل بسيم وجيم وأنه ما حد يدري كذب. لا، قدام العالم وعندي الفيديو أنه أنا أهدي لك أغنية وكل التكاليف علي إذا تقبلها أنت حسام. هيك بصريح العبارة، إذا تقبلها أنت حسام. ويعني تخابرنا اكثر من مره، كلام كلام كلام، وبالاخير ما تحقق والحمد لله والشكر. ليش انسحب؟ والله ما ادري، يعني ما حاولت تتواصل بعدها معه؟ كافي. لا يعني انه واحد يوصل لمرحله كافي، يعني انه انا اطلب منك يابا اريد كذا، او انت واعدني يابا وين هديتك، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، 3 مرات 4 كافي. بعد راحت قيمتها. لو سقط حقك هم يعني. اي سقط حقه وراحت قيمتها. ما تسوى. زين حسام، خلينا نسمع شيء حتى نكمل باقي السالفه. شو تحب تسمع؟ اللي عجبك. خلينا نسمع موال. اغني لك صباح فخري. يلا. اللؤلؤ المنضوب بفمك الجميل، فيه سعادة للشقي وللعلي، يا ليل يا ليل يا ليل، فإذا تفتحت الشفاه ثوانيا، فإذا تفتحت الشفاه ثوانيا، نورت دنيانا، أحييت القتيل.